دار الواحد وانا لواسي الرسول بصوته هذا اليوم هلا شباب شباب هذا اليوم دار الوحيد مظلم اي نحبين قيضوا ما حيضر واحد يمه بس ابن عمل كان يكشف همه والأمة هرعت للسقيفة الأمة وجنازة الهادي هاي ما واحد عناها هذا اليوم هذا اليوم هذا هذا دار الوحي مظلمة دار الوحي هذا اليوم هذا يا رسول الله يا محمد دار الوحي انقطعت بتوتي الظن حدار بنفسه تولى أمري المدفن سبعة شداد بهالمصاب يرتجن بيوتي الشرف والإحسان فقدي النبي يا إبراه هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم هذا اليوم دار الوحي دار الوحي هذا اليوم الكرار جهز للرسول للأجفان للأديب جابر الكاظمي الكرار جهز للرسول للأجفان وبتشفه وسد جسمه بين التربان فوق النعش دمعاته هلت غدران بيا عين شافه والجيف الوراه هذا اليوم كان يزهي بيسماه ظلت ملاك السيمة تنوحي وتنعى جسما اندفن واندفن دينا أصبح جبريل كبدي السيمة ينعاه هذا اليوم هذا اليوم
أصعب وشد من كل يوم بمصابه جبرائيل محزن ويحوم. لا تلوم كل من تجري دمعات دموم غالي النبي على الأملاك وروح الأمين أرثاه هذا اليوم. بديار مكة انبينت أركان النوح كل ساعة صار خب عالم العيل وتنوح. صاب النبي صاب النبي كم قلب صابي وكم روح بالعالية أنباء النوح. صوت النبي أنباه هذا اليوم.